السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دقائق تقنية في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتكلم على الهواتف التي تدعم 90 فريم في لعبة الببجي، وقد كثر الكلام في هذا الموضوع عن الأجهزة التي تدعم اللعبة، لذلك سأعطيك الهواتف التي تشغل لعبة الببجي بمعدل 90 فريم، وسنتكلم أيضا على هاتف الريدمي نوت 8 برو وهل هو صحيح يدعم 90 فريم أم لا، وسنذكر أيضا معالجات هذه الهواتف. لكن قبل البدء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لتحفيزنا على أن نقدم المزيد. الهاتف الأول والذي يدعم 90 فريم في لعبة الببجي وهو الروك فون 3 برو، ويأتي بمعالج قوي جدا ورائد وهو سناب دراجون 865، والهاتف الثاني وهو الروك فون 3 ويأتي بنفس المعالج سناب دراجون 865، وهاتف الروك فون 2 بمعالج قوي أيضا وهو من شركة كوالكوم سناب دراجون 855 بلاس. ولدينا أيضا هاتفي بلاك شارك 3 و 3 برو ويأتيان بنفس المعالج وهو سناب دراجون 865. وسنجد أيضا في هذه القائمة هاتف الريلمي إكس 2 برو وهو أيضا يدعم 90 فريم في لعبة الببجي ويأتي بمعالج قوي وهو سناب دراجون 855 بلاس. ونبقى مع هواتف شركة الريلمي، الريلمي إكس 3 بمعالج سناب دراجون 855 بلاس، وهاتف الريلمي إكس 50 برو هو أيضا يدعم 90 فريم في لعبة الببجي بمعالج قوي جدا وهو سناب دراجون 865. ولدينا أيضا هاتف النوبيا ريد ماجيك 5G بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 865. وأما عن هواتف سامسونج فتوجد أربعة هواتف داعمة لمعدل 90 فريم وهي كالآتي: سامسونج جالاكسي اس 20 وسامسونج جالاكسي 20 بلاس وسامسونج جالاكسي 20 الترا. هذه الهواتف الثلاثة تأتي بنفس المعالج وهو سناب دراجون 865، وسامسونج جالاكسي نوت 20 الترا هو أيضا داعم لمعدل 90 فريم في لعبة الببجي بمعالج قوي جدا وهو سناب دراجون 865 بلاس. وأما عن هواتف شاومي فتوجد ثلاث هواتف داعمة لمعدل 90 فريم وهي شاومي مي 10 تي والمي 10 تي برو، يأتيان بنفس المعالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 865، وهاتف شاومي مي 10 5G بمعالج سناب دراجون 865، وهواتف ون بلاس أيضا داعمة وهي خمس هواتف: الهاتف الأول ون بلاس 7 برو بمعالج سناب دراجون 855، وهاتفي ون بلاس 7 تي ون بلاس 7 تي برو يأتيان بنفس المعالج سناب دراجون 855 بلاس. ولدينا أيضا هاتفين ون بلاس 8 و 8 برو يأتيان بنفس المعالج وهو سناب دراجون 855، وهاتف وحيد من هواوي وهو هواوي ميت 40 برو بمعالج كيرن 9000. لذلك فجميع هذه الهواتف التي ذكرناها داعمة لمعدل 90 فريم في لعبة الببجي. وأما الهواتف التالية ريلمي 6 والريلمي 7 والبوكو إكس 3 وإنفينيكس 08 والريلمي 7 إي والريلمي 6 برو والريلمي 7 برو والريلمي 6 إس، هذه الهواتف معدل تحديثهم 90 هرتز أو 120 هرتز، لكن معالجاتهم غير مدعومة لمعدل التحديث لأن معالجاتهم ليسوا فئة رائدة، لذلك لن يدعموا إلا 50 أو 60 فريم. وحتى لو قمت بتفعيل خيار 90 فريم أو عدلت في ملفات اللعبة مع الوقت ستهلك هاتفك ومعالجك في نفس الوقت. وأما من يقول أن هاتف الريدمي نوت 8 برو يدعم 90 فريم في لعبة الببجي فهذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه يأتي بمعدل تحديث 60 هرتز فقط ومعالجه متوسط وليس فئة رائدة، معناها أنك ستلعب اللعبة على 60 فريم فقط، لذلك لا داعي بأن الهاتف يدعم 90 فريم وهو من الأساس الشاشة لا تدعمه. على العموم أي هاتف لم تجده في هذا الفيديو فهو لا يدعم 90 فريم في لعبة الببجي، بمعنى آخر أن الهاتف يأتي بشاشة معدل 60 هرتز أو أن المعالج غير مدعوم من الشركة أصلها. وفي الأخير هذا ما كل لدينا في الهواتف التي تدعم 90 فريم في لعبة الببجي، لذلك أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لتحفيزنا لأن نقدم المزيد. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين.